هذا السائل يقول: شيخ، ما مناسبة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار عندما قال: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار؟ نعم، مناسبة ذلك أنه لما وزع المغانم في بعض المغازي وخصص المؤلفة قلوبهم بالعطاء تأليفا لهم على الإسلام، وترك الأنصار لأجل إيمانهم وقوة إيمانهم وأنهم لا يلتفتون إلى طمع الدنيا، فوكلهم إلى قوة إيمانهم رضي الله عنهم. فلما تكلم بعضهم بشيء من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أقنعهم وبين لهم كيف أنه يخصص بعض الناس أو يعطي بعض الناس ويترك بعضهم، أنه من ترك فلقوة إيمانه، ومن أعطاه وزاد له فلضعف إيمانه. الرسول صلى الله عليه وسلم يضع الأمور في مواضعها ولا يعطي حسب الهوى ولا يحرم حسب الهوى، وإنما ذلك لحكمة وعدل منه صلى الله عليه وسلم.